يلا نروح على الوصفة أفرجيكم كيف نحول الزبدة إلى سمن. يلا نروح. هذه الزبدة 82% من الدهون فيها، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب المصنع. نوضع 500 جرام من الزبدة على نار خفيف. هذه الزبدة بدون ملح، إذا كانت للطبخ يمكن إضافة الملح والنكهات، إذا كانت للحلويات بدون أي نكهات أو أي شيء. معلقة كبيرة ملح، معلقة من الزعتر المجفف أو الطازج أو أي نكهة مثل الحبق أو الريحان. بنقلب المكونات وبنتركها تغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. هيك بعد 20 دقيقة من الغليان بنصفيها وبنتركها لتبرد. شايفين كيف؟ بنخليها مكشوفة، ما بنغطيها حتى تبرد. هيك بعد 3 ساعات بالمطبخ نتركها تبرد تمام. هيك بعد 6 ساعات شوفوا كيف هي، كثير روعة طبيعية 100%. بتوضعوا النكهة اللي انتو بتحبوها. شايفين كيف مرملة؟ عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.